كان في تعيينات مؤخرا في هيئة قضايا الدولة، مين اللي كان له الغالبية الأكتر، المرأة ولا الشباب؟ لا المرأة، المرأة يمكن بنسبة تعمد يعني ولا لا؟ والله أصل حاجة حاجة يعني نظام، نظام التعيين طبعا على خلاف الناس ما بتقول. نظام التعيين احنا يعني ايه خلاف الناس ما بتقول؟ اصل في ناس بتقول فيها يعني بيخش فيها الوسائط، لا احنا اللي بيحصل كلها مش لازم يعني يكون ابن مستشار زي ما قال، لا مش شرط، اذا جاب مجموعه خلاص هيخش زي اي فرد عادي. اذا هي الكفاءه هي المعيار الوحيد. شوف حضرتك الكفاءه احنا عندنا يا فندم يعني في ناس بيقول انا جايب جيد جدا مثلا وما اتاخدش، طيب احنا يا فندم عندنا بناخد جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهوريه. يعني عندنا بسم الله ما شاء الله كميات كفيه جدا، ودلوقتي في جامعات صاهرة جديده، الاكاديميه البحريه عملت قانون، كليه قانون، الجامعه الالمانيه خرجت السنه دي، الجامعه الانجليزي خرجت السنه دي. احنا بناخد كل جامعه وفقا للعدد الطلاب فيها. مثلا نيجي عند جامعه القاهره بنقول والله احنا هناخد 20 واحد، ما بنزودش العدد بعد كده في جميع الجامعات الاخرى. طيب لما اجي احدى الجامعات الاقي فيه واحد الاقليميه 250 واحد وواحده جايبين جيد جدا، انا عايز خمسه منهم، فباخد بالترتيب. وبالتالي اللي جايب جيد جدا وده انا جايب جيد جدا وما اتاخدش، ايوه لان في ناس اكتر في محافظات ثانيه. قد يحدث بعض، قد يحدث ففي مجال التظلمات. يعني اخر دفعه اللي هي اتقبلت تظلمات 2014 تظلمات 13 و14 فاهم ازاي حضرتك؟ لكن هو المعيار الاساسي اللي هو في الاكاديميه، عشان كده زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان المراه نسبتها عاليه فيهم. وغريبا نلاقي يعني عدد كبير جدا من الفتيات بتحب القانون ومقبله على العمل فيه، يعني شوفي حضرتك دي ظاهره يمكن جديده. لا هو اللي حضرتك هي بامانه هيئه قضايا الدوله دي مدرسه في القانون. تعلم جميع انواع القانون، المدني والاداري والتجاري والجنائي والدولي، فالحقيقه بتلم كل انواع القوانين. وبعدين مش متعبه زي بمعنى ان تروح اقصى حاجه بتروحها تروح الجلسه بتاعتها. وطبعا بالنسبه للمراه بنحاول ان احنا نوطنهم في محل اقامتهم، يعني يمكن كان في مشكله في الفيوم عندهم نقص، فقلت لهم طب ناخد بني سويف بس ما ناخدش مرأة لان مش هخليها تسافر مع ان المسافه قريبه. بس دي مشكله بقى يعني بالنسبه لعمل المرأة انها لازم تكون موجوده في مكان قريب من بيتها. لا هي مش مشكله لان انا عندي حضرتك فروع على كل مستوى الدوله كلها في كل محافظات. كم عدد المقال يا فندم على مستوى الجمهوريه؟ يعني حضرتك الدفعه الاخيره دي كانت تظلمات 2012 ودفعه 2013 و2014، فاحنا كل حركه بنشوف التظلمات اللي هي اللي قبليها. وده بيدل على الشفافيه، يعني احنا ما فيش اي مشكله بالنسبه لنا ان احنا بناخد، ودي الحقيقه بتسهل علينا. لما باخد كل جامعه اقول مثلا عايز 10 من الجامعه الفلانيه، فانا باخد 10 اكبر مجموعه في 10. ويمكن عملنا في الفتره الاخيره تنسيق كامل بيننا وبين الهيئات القضائيه الاخرى زي النيابه العامه ومجلس الدوله والنيابه الاداريه، بحيث ان احنا اللي راح اي جهه من القضائيه من احدى هذه الجهات احنا بنستبعده من عندنا.